قال الرئيس العراقي برهم صالح أن هناك حاجة ماسة لعقد سياسي جديد يمكن العراقيين من بناء دولة بسيادة كاملة. أضاف صالح أن أمام العراق تحديات جسيمة واستحقاقات مهمة، أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة بعيدا عن التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم، والشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت. قال صالح أيضا أن هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزف وتضعف وتهدد كيانهم، فلا يمكن الاستمرار، والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة، ولن تستقيم أوضاع البلاد من دون أن يكون شعبه سيد نفسه بعيدا عن أي وصايا أو تدخل خارجي. أكد برهم صالح أن العراق المستقل صاحب السيادة الكاملة هو قرار وإرادة تلتزم بمرجعية الدولة والدستور، وهو ركن أساسي لمنظومة إقليمية قائمة على احترام حق الشعوب ونبذ الصراعات، ولا يمكن القبول أن يكون البلد ساحة صراع الآخرين أو منطلقا للعدوان على أحد. ويعاني العراق هذا البلد النفطي الكبير من أزمة خانقة في توفير البنزين لسد الاحتياجات اليومية للمواطنين التي تصل إلى 24 مليون لتر يوميا. تبحث وزارة النفط استيراد 10 ملايين لتر يوميا من البنزين لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي. يعمل العراق حاليا على استكمال بناء وحدات جديدة في مصافي التكرير العراقية لزيادة معدلات إنتاج المحروقات، ومعدل تصدير النفط العراقي من الموانئ الجنوبية مستقر عند 2.5 مليون برميل تقريبا يوميا منذ بداية شهر ديسمبر. لمزيد من النقاش انضم الينا من الموصل دكتور احمد طارق استاذ العلوم السياسيه. مرحبا بك دكتور طارق معنا في هذا النقاش. ابدا معك من العقد السياسي الجديد الذي دعا اليه الرئيس العراقي. بدايه، ما ملامح هذا العقد السياسي برايك؟ وهل هناك جديه فعلا للوصول اليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على الاستضافه. فعلا هناك توافق وتوجهات حديثة من قبل الرئاسات الثلاث التنفيذية والتشريعية وقضائية على إنشاء أو إعادة بناء دولة ذات سيادة متكاملة بعيدة عن المحافظات وبعيدة عن الفروقات وبعيدة عن التدخلات، سواء كانت تدخلات داخلية من قبل أحزاب وميليشيات معينة أو من قبل تدخلات خارجية إقليمية أو تدخلات دولية. إذا العقد السياسي الجديد الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية هو الطريق الأمثل لإعادة بناء هذه الدولة وفق الأسس القانونية والسياسية الصحيحة، خاصة وأن العراق يمتلك من الثروات ويمتلك من الإمكانيات البشرية والمادية ما تؤهله أن يكون ذات دولة صاحبة قيادة وريادة داخل المجتمع الدولي. طيب، والجزء الثاني من السؤال، إذا كانت هذه هي ملامح العقد السياسي الجديد، الجزء الثاني من السؤال كنت أسأل عن إذا كانت هناك بالفعل جدية في تحقيق هذا العقد السياسي، لأنه هذا الكلام بصراحة دكتور طارق ليس جديدا على مسامعنا، سمعناه كثيرا ومن يعني كما ذكرت من أطياف سياسية مختلفة، لكن هل هناك جدية لتطبيقه بالفعل؟ أنا أشكرك على هذا السؤال وتأكيد على هذا العقد السياسي الجديد. أنا أؤكد لك أنه المساعي الجدية التي تسعى إليها الرئاسات الثلاث وفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ودولة رئيس البرلمان، أيضا الجميع رجالات الدولة يسعون بكل جدية وحيثية عميقة لإعادة بناء هذه الدولة، خاصة وأن الأمور بدأت تأخذ منحا آخر في ظل هذه التحديات السياسية التي تواجهها الدولة العراقية بقرب موعد الانتخابات، وأيضا التحديات الاقتصادية وانهيار أسعار النفط والبنية التحتية الأساسية لأغلب المحافظات المحررة، هي بنية تحتية يعني سعيدة جدا وتحتاج إلى إعادة بناء وإعادة ترميم ما ممكن ان يرممه. ولهذا اؤكد لك ان جميع القاده السياسيين في الدوله العراقيه نبذوا الخلافات جانبا وبداوا بالتفكير جديا ومليا في ان يكون هناك عراق موحد خال من
كل التحديات التي ممكن أن تواجهها داخل هذا المجتمع الدولي. طيب أيضا الرئيس العراقي أشار في كلماته لي يعني موضوعات بعينها يود أن يكون هناك تقدم فيها، أشار إلى الانتخابات المبكرة عليها أن تكون نزيهة بطبيعة الحال بعيدة عن التزوير والتلاعب، أشار إلى يعني إصلاح الأجهزة الأمنية وأيضا ضبط موضوع السلاح المنفلت، أيضا الإشارة إلى هذه الموضوعات ليست جديدة، الإشارة إلى القطاعات التي تحتاج إلى إصلاح أمر سهل لكن الصعب هو التنفيذ، فهل من خارطة طريق لإصلاح هذه الملفات يا دكتور طارق؟ بصراحة أكثر، لنكن صريحين أكثر، أن المنظومة السياسية منذ عام 2003 لغاية الآن تعاني ما تعاني بسبب هذه التدخلات وبسبب الفساد الذي استشرى في المؤسسات الحكومية للدولة، وبدأ الآن العراق وخاصة بعد مجيء دولة رئيس الوزراء وطرحه للورقة البيضاء اللي هي الورقة الإصلاحية، كان هناك غاية جدية وأساسية للنهوض بالعراق من جديد والنهوض إلى أو النهوض إلى انتخابات نزيهة شفافة تشارك فيها جميع القوى السياسية بحرية وبمراقبة أممية من قبل الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية الساعية إلى نعم. نعم دكتور طارق. طيب أيضا النقطة المتعلقة بالدور الذي يلعبه العراق في المنظومة الإقليمية، وهي أيضا نقطة أشار إليها رئيس الجمهورية ويعني ليست جديدة بطبيعة الحال، كيف يمكن للجوار الإقليمي إما أن يساعد العراق على النهوض من كبوته من عثرته أو على العكس أن يعمق جراحه أكثر؟ فعلا العراق بحاجة إلى مساندة من جميع الدول الإقليمية والدول العربية المحبة لهذا الشعب العراقي، فلنبتعد قليلا عن المخاطبات السياسية والتكتلات السياسية والمخاطب الشعب العراقي، جميع من هو على هذه الأرض العراقية هم أفراد عراقيون مواطنون عراقيون لهم حق للدول العربية والشعب العربي أن يتضامن مع هذا الشعب العراقي، كون هذا الشعب تحمل ما تحمل ويعني قاس ما قاس من الظروف سواء كان ما قبل 2003 أو ما بعد 2003، فعلا سيكون هناك وقفة جادة وتضامن حقيقي مع الشعب العراقي لينهض من جديد ويكون له دور أساسي ومحوري في هذه المنظومة الإقليمية والمنظومة العربية والمنظومة الدولية بصورة عامة. طيب لكن يعني أليس ما تبعناه في الأيام القليلة الماضية من يعني الاحتجاج في الذكرى الأولى لاغتيال سليماني على الأراضي العراقية، يعني بداية الاغتيال تم على الأراضي العراقية ثم رأينا يعني مسيرات ومظاهرات تندد بهذا الاغتيال في العراق، ألا يدل ذلك على أنه ما زال العراق بعيدا عن يعني أن ينفصل بذاته عما يحدث إقليميا وألا يكون محطة أو يعني ساحة لأطراف إقليمية ودولية أن تثأر من بعضها البعض على أراضيها؟ لا لا فعلا يعني سؤال جيد، فعلا العراق بدأ يبتعد شيئا فشيئا عن الصراعات الإقليمية والتدخلات من قبل دول الجوار، أما ما حدث من استكار ل يعني استشهاد القياديين في الحرس الثوري الايراني او في الحزب الشعبي العراقي، هو هذا حق مشروع لكل مواطن العراقي ان يستذكر ما يعتز به داخل نفسه او ما يمثله بقيم اخلاقيه او قيم اعتباريه لهذه الشخصيات، بعيدا عن المؤثرات وبعيدا عن التدخلات وبعيدا عن ما الانتماءات والجنسيات والى اخره من الاعتبارات او التصنيفات الاخرى. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد طارق استاذ العلوم السياسيه، حدثنا عبر الهاتف من الموصل.